سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل الملاح. الفيديو تاع اليوم حابين نهضر لكم على الاكسيدون. علاش على الاكسيدون؟ لانه نجاح الصبغه تكمن في الاختيار المناسب تاع الاكسيدون. خاطش اي خطا ما تعرفيش تختاري، خاطش اكسيدون ماشي تختاري هكذاك برك. اكسيدون يطلع لك في درجات، ينقص لك تحبي تثبتي في اللون اللي راكي دايره تو عنده اكسيدون، تحبي تزيدي تطلعي في درجات عنده الاكسيدون تاعو. كل مرحله، كل شعر، الحاجب، الرنساج، كل حاجه عندها اكسيدون تاعها المناسب، ماشي هكذاك برك اي اكسيدون يجي هكذاك في راسك. وهذا الفيديو اللي راكم تشوفوا فيه دوكا هدايا لقيتو في جوجل. المهم كنت ندير دي ريغيرش في جوجل لقيتو، حبيت نفهمكم، عجبني تيلي شارجيتو، قلت نفهمكم علاش واش معنى هذا التفاعل، نفهمكم كاع عيطك هذا وشنو. مي هدايا نروح لكم في اخر الفيديو باش ما يتخلطوا لكمش المعلومات. الحاجه الاولى اكسيدون كاين، بلا ما نهضر اكسيدون كريم، اكسيدون ليكيد، اكسيدون كذا، دوكا تك نهضر لكم غير على ارقام الاكسيدون. كل خطره نشد لكم حاجه. عندنا اكسيدون من رقم 10 حتى الرقم 60. حنا رقم 60 بخاسك ما كاشو في ما يبيعوش كامل وما يستعملوش كامل، وما نهضر ما ميتباع ما نهضرش عليه لخاطرش الدمار الشامل للشعر. نبدا لكم برقم 10. سما راح نهضر لكم على رقم 10 فوليوم، رقم 20 فوليوم، 30 فوليوم، و40 فوليوم هكذا. دوك نبدا لكم ب10 فوليوم. 10 فوليوم وقتاش نستعملوه؟ نستعملوه في الحواجب. تحبي تصبغي حواجبك تستعملي 10 فوليوم، ولا في الرانساج تستعملي 10 فوليوم. كاين فرق البنات بين الرانساج والتونر باش نتفاهموا، هذه بين قوسين نفهمكم بالخف. التونر تجي صبغه واجده، انت تزيدي لها الاكسيدون، زيدي لها اكسيدون، هذوما اللي راهم عايشين يعني في الخارج عندكم وبصحتكم. صبغه واجده تضيفي لها غير اكسيدون تخدمي بها. مي الرانساج انت يا صبغه انت توجديها، انت اللي تضيفي الميلونج اللي تحبيه. المهم قلت الرانساج، تسمى دوكا كاين نهضر على الرانساج ماشي التونر باش تفرقوا. الرانساج نستعملو 10 فوليوم من المستحسن، نقدروا نستعملو 20 عادي، مي هي مليح كي نستعملو 10، يساعدنا على تثبيت اللون. الشعر ديجا راهو مسحو بلونه، ولا درنا له ليماش ولا كيف كيف يعني مسحو بلونه، يعني ما نزيدوش نستعملو اكسيدون طالع لاخاطش ما عندنا حتى فايده. تمتم كيكون لون مسحو بلونه تمتم ياخذ اللون ويتفيكسه في الشعر ويبان اللون في الشعر عادي. وتاني نستعملو رقم 10 مثلا، ناخذو كمثال كنتي صبغه شعرك برقم 3 وحبيتي تقعدي في نفس اللون، يعني الا إيه استعملتي قولي وين نلقاو اكسيدون قبل اكسيدون رقم 10 وين نلقاوه؟ تلقاوه كيما هذه الصبغه مورفوز اللي هدرت لكم عليها فيه رقم 10، يعني تحبي ما تحرقي شعرك ولا تستعمليه استعمليه. باغزوم زعما حبيتي صبغتي شعرك رقم 3 تقدري تكملي تعاودي، تحبيتي تعاودي تصبغي فيها تصبغي بها دير، حبيتي تعاودي تصبغي رقم 3 شاتان فونسي خلطيه مع رقم 10 يكفي. ناخذو كمثال زعما كنتي صبغه رقم 4 شاتان حبيتي تكملي تقعدي فيه، ما تروحيش تستعملي رقم 30، هذا خطا كبير، على بها بالغسيل يعاودي يولي لكم بالحموريه ولا يبان شويه اورانجي اللون، فهمتوا؟ لاخاطش اختيار خاطئ تاع الاكسيدون. هكذا تستعملي انت صبغتي رقم 4 تروحي تدي 10 فوليوم ولا 20 فوليوم، ما تطلعيش في الفوليوم ما تطلعيش في الاكسيدون. ولا هذا مثال فقط، زعما حبيتي تقعدي في الشاتان كلير ذهبي، دوري شاتان كلير دوري بني فاتح ذهبي، تقعدي فيه تخلطي معاها 10 فوليوم ولا 20 فوليوم، يعني مستحسن 10 فوليوم على شعرك باش ما تحرقيش وتفيكسالك اللون عادي. ما تقوليش كي نستعمل 10 فوليوم ما حاش يخرج، هذه ما كاش منها، يعني شوفوا تبعيني برك الاختيار تاع الاكسيدون يلعب دور كبير. شوفوا يعني المراحل اللي حنمدهم لكم، كل اكسيدون وقتاش يستعمل ما تخلطوش برك. هذا كمثال كما قلت لكم، كوني في الشاتان كلير حبيتي تمديه على لون على ذهبي ولا على رمادي ولا مي نفس اللون، ماشي تروحي زعما نقولوا 8.3 وديري 10 فوليوم، هذا خطا.
هكذا تقعدي فرق نفس الرقم 5 تزيدي لها غير الذهبي كيما هكا، تبدلي الرقم وتخلي نفس وديري اوكسيدون 10 فوليوم. هادو هما حالات استعمال رقم 10. ولا تستعمليه لتشقير الوجه كيما درت لكم خطره البلوندور كاين تاع الوجه اللي يستعمل، استعمليه مع 10 فوليوم هكذا. هادو هما حالات استعمال اوكسيدون 10. دوكا نهضر لكم على اوكسيدون 20 فوليوم. 20 فوليوم نستعملوه دائما في الشيب لتغطيه الشيب. قلت لكم 30 فوليوم تستعمليه في حالات نادره، مي هو في الاصل لتغطيه الشيب نستعملوه اوكسيدون 20 فوليوم هذه هي. ولا نستعملوه للرانساج والتونر. التونر دائما اللي راهم في الخارج عندهم دائما نستعملوا اوكسيدون 20 فوليوم فوالا. ودائما في صبغ الغوامق نستعملوا 20 فوليوم. دوك انا نقول لكم 20 فوليوم واش معناتها؟ معناتها يهبط لنا زوج درجات هكا. 20 فوليوم يهبط لنا زوج درجات تاع الصبغه. يعني ناخذ كمثال الغوامق، حنا وين نحبسوا في الغوامق؟ نحبسوا في رقم 5 ولا رقم 6. يعني انا بلون فونسي نعتبره من الغوامق، اشقر داكن نعتبره من الغوامق. ناخذ كمثال عندنا شعرنا رقم 5 هكذا، وحنا استعملنا 20 فوليوم. واش حبي يقول؟ يهبط لنا زوج درجات. واش حبي يقول؟ حبي يقول رقم 6 7 وين رانا نوصلوا؟ سما كنا في شاتان كلير نوصلوا للبلون للاشقر هكذا. هذا على الشعر طبيعيه، النتيجه هذه تكون على الشعر طبيعي. الشعر مصبوخ صادي بون الصبغه اللي راكي صبغتها والنتيجه كيفاش تكون تختلف من الشعر الى اخر. يعني الا كان كنتي شعرك طبيعي شاتان كلير تهبطي بزوج درجات، الدرجه الاولى هايليك والدرجه الثانيه هايليك. هذا غير ب 20 فوليوم شوفي وين توصلي. هذا اللي شعرها طبيعي اعيد واكرر هكذا. دوكا نهضر لكم على اوكسيدون 30 فوليوم. وقتاش نستعملوه؟ نستعملوه 30 فوليوم لتفتيح الشعر. هي جينيرالمون ومين يبداو تفتح الشعر من رقم 6 وطلع. وانا نعتبر 6 يعني من الغوامق، ما نعتبروش، نعتبرو بدايه الفواتح ونهايه الغوامق فوالا. هذا هو التعبير الصحيح له. قلت لكم نستعملوه لتفتيح الشعر، يهبط لنا ثلاث درجات. نفرض كمثال دائما نعاود ونقول في الشعر الطبيعي، لاخاطش الشعر الطبيعي اللون يستقبله ويتصبغ لنا الشعر، ماشي كيما يكون شعر مسبوغ. كل شعر مسبوغ وعنده حاله تاعو، كل شعر واش يمدلنا هكذا. نفرض مثلا عندك شعرك رقم 6 هكذا، شحال يهبط لنا؟ 7 8 9. شوفي وين يوصلك، يهبط لك 3 درجات. نفرض مثلا زعما عندك شاتان كلير، نقعدوا في الحاله تاع مقبل هكذا، شاتان كلير شحال يهبط لنا شعرنا بهذا ب 30 فوليوم؟ 1 2 3 يوصل لك حتى الاشقر فاتح. غير الا كان عندك شعرك صعيب التفتيح، قلت لك يجي بين هادوما شعرتك خشينه ماشي سهل باش تتفتح. هذه هي. ونستعملو تاني اوكسيدون 30 فوليوم، نستعملو دايما في ليماش البالياج الهايلايت الامبري، هادو ما مختلف تكنيك تاع تفتيح الشعر نستعملوه. مام في ديكاباج نستعملوه سحب اللون، نستعملو 30 فوليوم. هاديك نروحو لاوكسيدون 40 فوليوم. 40 فوليوم وقتاش نستعملوه؟ هو 40 فوليوم يفتح لنا شعرنا 4 درجات هكذا. نقولو مثلا نعاودو نولولو هنايا شعرنا شاتان كلير، نحسبه 4 1 2 3 4 يهبط لنا حتى الاشقر فاتح جدا. شفتوا شحال يهبط لنا؟ غير الا كان شعرك، راني نهضر على الشعر طبيعي، شعرك طبيعي جامي صبغتي فيه مسيتيهش كامل ولا صبغتيه وقعدتي مده الوان كاع هبطولك، قعد لك غير شعرك الطبيعي هكذا، ياخذ لك اللون بسرعه. شوفي وين يهبطه لك. غير الا كان شعرك صعيب التفتيح يخرجه لك على هنا ولا هنا بين هنا، ولا يمدوه لك شويه على ماغون فاتح بزاف ميال هكذا باش نتفهموا. سا ديبون الميلونج اللي خيرتيه. ودائما اختيار تاع 40 فوليوم يكون خطر على الشعر. وقتاش نختاروا 40 فوليوم؟ غير الا كان شعرنا طبيعي، الشعر
ماشي محروق شعر طبيعي وماشي محروق، ما عندكش تساقط الشعر وتكون شعرتنا كاين اللي عندهم شعرتهم خشينة الله يبارك، شعرها تحسيه قوي صحيح وغامق بزاف، هذاك صعيب تفتيح اللون تاعو. نختارو اوكسيدون 40 فوليوم هكذا، مام في ليماش ولا في البالياج ولا اومبري ولا نختارو 40 فوليوم كي يكون الشعر طبيعي ماشي كي يكون مصبوغ البنات، لا خاطرش دوك نفهمكم في اخر الفيديو علاه ما نختاروش 40 فوليوم، علاش يحرق لنا الشعره بزاف. ثم في ليماش وبالياج نفضل دائما 30 فوليوم، تخيروه غير الا كان الشعره كحله غمقه غمقه بزاف ويكون طبيعي وخشين وصعيب تفتيحه. هذه هي توكاتيك. نروح لكم لهذاك الفيديو اللي وريتهم اللي وريته لكم، هذا واش معناته؟ داروا هنايا تجربه، شافوا تفاعل تاع اوكسيدون 20 فوليوم 30 و 40 نقولوا 10 20 30 و 40 اوكسيدون، التفاعل تاعو كيفاش اللي راكم تشوفوا فيه تفاعل بزاف وفار حتى وين دفق هو 40 فوليوم اوكسيدون 40 فوليوم. علاه نخافو نختاروه؟ لاخاطرش واعر بزاف، ماشي معناتها كي اخترنا 40 فوليوم حتسهل لنا الخدمه، هي لا لا. شوفوا عندكم 10 دقائق زعما نقول لكم درتو ليماش، عندكم 10 دقائق الاولين تلقاو طب اللون خرج ضربه واحده اللون خرج، تلقاو الدخان الشعره راهي بزاف سخونه، لازم تنحوا هذاك الساشي ولا الالومنيوم ولا واش راكم دايرين باش الشعرات تروح لهذيك السخانه وما تقطعش. من بعد يبطى ما يجي يخرج اللون بالسيف. هادو اللي يخدموا في الصالون يوافقوني الراي، لا خاطرش كاع طحنا في هذا الفخ، مي قد ما تخدمي قد ما تتعاملي مع الناس تتعلمي اكثر واكثر، على بها الشعره تمتم تتحرق ويتضرر لنا شعرنا اكثر واكثر، ومن بعد ما يجي يخرج اللون يبطى نعشو فيه حاجه واحده اخرى كامل. ثم اختيار، على بها قلت لكم اختيار الاكسيدون مهم بزاف، كيما ليماش بالياج اومبري، المهم هادوما كاع التكنيك هادوما نستعملوهم لتفتح الشعر، نستعملو 30 فوليوم خير. المهم ان شاء الله يكون عجبكم هاد الفيديو واستفدتوا منه بزاف، الى الملتقى في فيديو واحد اخر والسلام عليكم.